بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث عن نصر الله عز وجل وتأييده لكل من دعا إليه وكل من اتبع هذا الدين العظيم، دين الإسلام. يقول الحق جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. هذا هو موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، نتحدث فيها عن نصر الله عز وجل وتأييده لرسله ولأنبيائه ولكل أتباع هذا الدين العظيم، دين الإسلام. فالله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله على مر التاريخ، وجدنا ذلك في حياة كل الأنبياء، فما من نبي إلا وقد نصره الله عز وجل على كل من أراد أن يلحق الضرر بهذا النبي أو بهذا الدين العظيم. وجدنا ذلك واضحا مع سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وغيرهم من أنبياء الله عز وجل، وقد ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أروع المثل في غزواته وفي حروبه ضد الكفر والكافرين، أيده الله بنصره سبحانه وتعالى. في هذه الأيام نحتفي ونحتفل بذكرى انتصارات 6 أكتوبر عام 1973، هذا النصر العظيم المؤزر الذي أيد الله به أهل مصر والمصريين، هذا النصر الكبير والعظيم الذي كان بفضل من الله عز وجل، وكانت تكبيرات الله أكبر هي السبب الرئيسي في هذه الانتصارات، ثم الأخذ بالأسباب، وقد ضرب الجندي المصري أعظم الأمثلة في الإخلاص لهذا الوطن وفي العبقرية العسكرية من أبناء قواتنا المسلحة. في هذا اليوم نقدم لهم التحية والتقدير، وأدعو الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الذين قدموا أنفسهم ودماءهم فداء لهذا الوطن العظيم مصر. نتحدث عن هذا الموضوع الهام في هذا اللقاء بصحبة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك فضيلة الشيخ. دكتور أشرف، الله يخليك. فضيلة الشيخ، لا شك أن نصر الله عز وجل معروف على مدار التاريخ، فالله عز وجل قد نصر رسله وأنبياءه وأيد رسله وأنبياءه. حدثني عن هذا النصر العظيم الذي يؤيد الله به كل نبي أرسله أو رسول أو أتباع دين من هذا الدين العظيم، دين الإسلام. حدثني عن هذا النصر في القرآن الكريم، وكيف تحدث القرآن عن نصر الله لرسله وأنبيائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فأهلا بحضرتك دكتور أشرف وبالسادة المشاهدين في هذا البرنامج المتميز وقولوا للناس حسنى. في الحقيقة حديث القرآن الكريم عن النصر حديث مستفيض في غير آية وفي غير سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وقد يعني أفرد القرآن مساحة واسعة للحديث في هذا الأمر، وخص الأنبياء والرسل والمؤمنين من عباد الله رب العالمين بهذا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من تأمل في هذا النص القرآني وهذا الهدي الرباني يجد وعدا إلهيا من الله رب العالمين. إنا، يتحدث الله تبارك وتعالى بلسان العظمة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لماذا؟ لأن هؤلاء نصروا دين الله، ونشروا شريعة الله، ونشروا التوحيد لله رب العالمين، فكان حقا على الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هؤلاء ينصرهم الله تبارك وتعالى مهما واجهوا من مكائد ودسائس ومن تكذيب ومن اضطهاد ومن أمور كثيرة تواجههم في مسيرتهم الدعوية. مثلا نخص من هؤلاء أولي العزم من الرسل، كم لاق سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم محمد، كم لاق من تنكيل ومن تكذيب ومن اتهامات من أقوامهم.
ذكرها القرآن الكريم، وأفرد القرآن الكريم حديثا مستفيضا عن بني إسرائيل وما فعلوه مع سيدنا موسى عليه السلام. نعم. كما تكلم عن سيدنا نوح وما لقاه في دعوته، دعوت قومي ليلا ونهار. نعم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. المهم في آخر الأمر النتيجة، إنا لننصر رسلنا. نعم. في قصة سيدنا نوح انتصر نوح ومن معه ونجاهم الله في السفينة. نعم. وسيدنا موسى عليه السلام حينما أدركه فرعون وجنوده. نعم. وكان النصر أيضا من عند الله. نعم. معية الله هذا هو النصر المبين. صحيح. يعني كما تذكر حضرتك في قصة سيدنا موسى عليه السلام. نعم. وفرعون، فرعون ينتظره، والبحر فرعون من ورائه وجنده، والبحر أمامهم. نعم. فإنا لمدركون، هذا ما قاله أتبع موسى. نعم. العقل البشري يفكر هكذا. نعم. إنا لمدركون، لكن العناية الإلهية والحراسة الربانية ترعى هؤلاء فيما يسمونه بالمعية الخاصة، لأن هناك معية عامة ومعية خاصة. نعم. أما المعية العامة فهي لنا جميعا كل خلق الله. نعم. وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي كالتي نذكرها، سيدنا موسى علم هذه المعية من عند الله، علم أنها من عند الله وأن. نعم. التأييد بالنصر من الله، فقال بلسان الواثق الموقن بنصر الله كلا. نعم. نفى ادعاءاتهم بأنهم مدركون. نعم. إن معي ربي سيهدين، وبالفعل حدث النصر وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون ومن معه ونجى موسى عليه السلام. نعم. جميل. واستخدم في هذه النجاة أدوات يسميها العلماء بجنود الله، اضرب بعصاك حجر البحر. نعم. فانفلق. نعم. فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم. وسار وسط هذا البحر. جميل. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله عز وجل أيده ونصره في مواقف كثيرة، نذكر منها في أثناء الهجرة حينما نزل الحق بقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أيضا لو تحدثنا عن غزوة بدر، وهي أول غزوات الإسلام وأعظم غزوات الإسلام التي نصر فيها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حدثني عن هذه المعية من الله سبحانه وتعالى لرسوله ولأتباع هذا الدين العظيم. نعم. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم حاطته معية الله من كل اتجاه. نعم. حين نشاهد هذا المشهد القرآني ونتخيل ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعايش مع هذا المشهد الذي ذكره الله في قرآنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. معنا. هذه. صحيح. المعية التي نتحدث عنها. صحيح. منذ قليل هي أداة عظيمة من أدوات النصر التي ينصر الله تبارك وتعالى بها خاصته من رسله وأنبيائه وأوليائه الذين أعطاهم هذه الميزة. نعم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا. سيدنا أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لكن. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا وسلم. بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن فهو تذكير لعباد الله المؤمنين، لو تخاذلتم مع رسول الله ولم تنصروه فإن الله يذكر لكم هذا المشهد ليذكركم أنه سينصره، لقد نصره من قبل يوم أن كان في الغار مع صاحبه وحدث كذا وكذا وكذا. نعم. ومرورا بالهجرة النبوية المباركة وما حدث في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى. نعم. هذا اليوم المبارك من أيام الله، والله قال وذكرهم بأيام الله. هذا يوم عظيم فرق الله به أو فرق الله فيه بين الحق والباطل، بمعاييرنا البشرية وبمقاييسنا أنه لا يمكن أن ننتصر في يوم بدر. نعم. 319 رجلا والعدة أقل مقابل 1000 مقاتل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء
مناجيا ربه سبحانه وتعالى، هو في ثقة، قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم وعدك أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة الذين يوحدون الله لا تعبد في الأرض بعدها. وأخذ يناجي ربه حتى وقع رداءه الشريف صلى الله من عليه وسلم على جسده الشريف، فدخل عليه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أعاد الرداء إلى جسد رسول الله وقال له: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك وعدك. إذن هي الطمأنينة. إذن أبو بكر الذي رافقه وكان يطمئنه رسول الله هو الآن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القلب. وهذا اليوم يوم مشهود. القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا اليوم ذكر عجائب يسميها العلماء في باب اسمه: وما يعلم جنود ربك إلا هو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة تقاتل مع النبي وأصحابه. أيوة. يروي يعني أصحاب السير والتاريخ أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاهد ويقاتل في هذه الغدوة، فوجد رجلا من المشركين يقاتله قد سقط صريعا وعلى وجهه خط أخضر كضربة صوت، وقيل سمع صوتا يقول له: اضرب حيزوم. فخر صريعا. فلما انتهت المعركة، معركة بدر، روى هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هذا ملك من ملائكة السماء جاء ليقاتل، تصديقا لكلام الله ولوعد الله سبحانه وتعالى. نعم. الماء جندي من جنود الله في غزوة بدر الكبرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن هذا الماء تطهير. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذتهم سنة من النوم، وهذا يعيدنا إلى أمر هام. النعاس جندي من جنود الله في غزوة بدر. هل ترى واحدا أمامه معركة في الصباح وأمامه جهاد في سبيل الله يجيء النوم إلى عينيه؟ سبحان من الله. المستحيل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، طمأنينة وسكينة لكم. إذن فهو الماء وهو النعاس وهو النوم والملائكة، كل هذه جنود من جنود الله. ينام الصحابة قرير العين ثم يستيقظون، منهم من كان على جنابه. يأتي إبليس يمارس مهامه. أين وعد الله لكم؟ أين رسولكم وما أخبركم به؟ أنتم لا تجدون ماء تغتسلون ولا ماء تشربون ولا أنعامكم ولا كذا ولا كذا. فيأتي المدد الإلهي من السماء يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما نزل الماء من السماء على الرمال ثبتت عليها الأقدام. جميل، أحسنت فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. إذن معية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لنبيه الكريم وصحابته الكرام هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا وعلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، أرحب بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك مرة أخرى. أهليك دكتور أشرف، بارك الله. فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن نصر الله عز وجل له مسببات أو أسباب، وله أيضا يعني نتائج يمكن أن نحصل عليها. ما هي هذه يعني المنح الربانية التي يعطيها لعباده المؤمنين ولأنبيائه الكرام صلى الله وسلم عليهم أجمعين؟ مسببات النصر وأسباب النصر في أي معركة يدخل فيها الجند، جند الحق أمام جند الباطل. نعم، الحق تبارك وتعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. إذن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ننصر دين الله وننصر شريعة الله ومطبق آيات الله. ينصرن الله من ينصره، أخذوا بالأسباب فأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب النتائج. لأن العلماء يقولون: البدايات تحكي النهايات. صحيح. من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته مشرقة. هناك نماذج يعني رائعة
ذكرتها يعني كتب التاريخ والكتب التي تحكي المغازي وسير هؤلاء عظيمة جدا جدا. نعم. نجد أن الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. إذن الصدق مع الله، أن يكون عندنا ولدينا يقين بنصر الله سبحانه وتعالى مهما طال هذا الوقت، لكن في النهاية كان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. هؤلاء صدقوا مع الله فصدق الله معهم. واحد من هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزو مع رسول الله، انتصر المسلمون ويقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم الأنفال فيعطيه نصيبه من هذا، فيرفض ويقول يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ أنا ما دخلتش الإسلام علشان هذا. نعم. فعلى ما بيعتني؟ على أن ينادي منادي الجهاد فأخرج في سبيل الله فأقتل المشركين ويقتلونني بسهم يدخل من هنا ويخرج منها هنا. نعم. نعم. رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن تصدق الله يصدق. نعم. انتهى الكلام في الأيام، ودعا الداعي إلى الجهاد مع رسول الله، وحدثت غزوة فتفقدوا القتلى والجرحى فوجدوا هذا الرجل بينهم. نعم. فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فوجده كما قال، سهم دخل منها هنا وخرج منها. سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفسرا أهو هو؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صدق مع الله فصدقه الله. سبحان الله. وفي جميل. مثل هذا وأمثاله، وسيدنا كذلك أنس بن النضر عم سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنس بن النضر كذلك فاتته غزوة بدر مع رسول الله، قال لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. جميل. يعني هو زعل غاضب، إزاي يفوتني المشهد ده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خرجت من لسانه ومن قلبه يعني وعد صادق، لا يرين الله مني ما أصنع. جاءت غزوة أحد بعدها، قاتل وأبلى بلاء حسن، جسده كله وجدوه مغطى بالضربات ما بين ضربة سيف وضعنا برمح وكذا، فلم يعرفه أحد من كثرة الضربات إلا أخته بعلامة في بنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يسجل القرآن الكريم أمر هؤلاء ويكتبهم في التاريخ بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. فضيلة الشيخ، يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة نحتفي ونحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، هذا النصر العظيم الذي أيد الله به جند مصر يعني أمام هذا المغتصب الصهيوني، وكان نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى لجنود مصر ولقواتنا المسلحة الباسلة وأهل سيناء المخلصين لمصرنا الحبيبة، ولا زالت هذه المعركة تدرس حتى الآن في الأكاديميات العسكرية لما كان فيها من يعني جهد كبير من الجنود، ويعني انتصار عظيم بإمكانيات بسيطة أيضا على هذا المغتصب الصهيوني الذي يعني قيل عنه القوة التي لا تقهر. حدثني عن هذه الحرب وأهميتها، وكيف أن مصر ردت كرامة العرب والمسلمين والمصريين بهذه الحرب، حرب الكرامة. من وعد الله تبارك وتعالى يحق الحق ويبطل الباطل. نعم. وأيضا إن الباطل كان زهوقا، فلا بد أن يزول هذا الباطل ولا بد للحق أن ينتصر. وفي هذه الحقبة التاريخية بعد أيام النكسة وبعد أيام عاشتها مصر طويلا يعني في مرارة الهزيمة، يجيء النصر من عند الله تبارك وتعالى في حرب أكتوبر. أعدوا العدة وأخذوا بالأسباب. كان مولانا الدكتور عبد الحليم محمود الإمام الأكبر رحمه الله شيخا للأزهر حينئذ، وكان يأخذ أعضاء الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والعلماء وهيئة كبار العلماء ليعبئوا الجنود معنويا.
ويقوموا ببعضهم، فكانوا يرونهم في شهر رمضان وقد أخذ منهم الجهد مأخذا عظيما جدا جدا، فيقولون لهم أفطروا حتى تستطيعوا أن تتقووا في الحرم. نعم. فيرفضون تماما، معهم رخصة. نعم. ونعم معهم رخصة. ومع ذلك رفضوا رفضا تاما، وقال فضيلته سمعت الواحد منهم يقول كلا إننا نتمنى أن يكون إفطارنا في الجنة. نعم ما شاء الله. ورأى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر خط بارليف ومعه المجاهدون في سبيل الله، فقام من فوره من نومه ذاهبا إلى الرئيس السادات رحمه الله. نعم. وبشره وقال له توكل على الله فإن الله يعدك النصر المبين، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر، فاذهب واعبر أنت وجندك. ما شاء الله. ولم يعني يكذب السادات هذه الرؤيا، ثم انطلق مقاتلا ليسحق العدو في هزيمة خلدها التاريخ. جميل. وهنا سألوا كيف انتصرنا، وسألت السماء كيف انتصرنا، فكأن الهتاف كان من جبريل. نعم. لا تقل كيف انتصرنا، إن ربي كان بالنصر كفيرا كفيلا، قاهر حكيم سبحانه وتعالى مالك الملك فاتخذه وكيلا. نعم ما شاء الله. فضيلة الشيخ، يعني حرب أكتوبر، هذه الحرب المجيدة العظيمة، لا شك أن كان لها أخذ بالأسباب أيضا. نعم. واستعداد لهذه الحرب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني حدثني عن أهمية الاستعداد وأهمية أن نأخذ بالأسباب في التقدم وغيرها. نعم. يعني تحطيم خط بارليف كان من المستحيل أن يحطم. نعم. هذا الخط، هذا الساتر الترابي الكبير والعظيم، لولا جهود المخلصين من أبناء القوات المسلحة والذين اخترعوا اختراعا جديدا، وهو الماء، في أنه يفتح ثغرة في هذا الحاجز الكبير. حدثني عن مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور التي يأخذ فيها الجند بالأسباب لكي يكون هذا النصر من حليف الجيش المصري. إذا كانت هناك حرب فلا بد أن يكون هناك قائد. نعم. وأعظم قائد في التاريخ هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. مصطفى أعظم قائد عسكري وقائد لأمة ومربي ومعلم صلى الله عليه وسلم. كان يجتمع مع جنده ويستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة. نعم. مثلا. نعم. نموذج في غزوة الأحزاب، أو كما يطلقون عليها غزوة الخندق. يعني صاحب المشورة بحفر الخندق من؟ سلمان، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. هو من بلاد فارس وليس من العرب، ورغم هذا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاج عظيم، فقال فيه سلمان منا آل البيت. نعم. الأنصار عايزين يقولوا تبعنا، والمهاجرين يقولوا تبعنا، فتوجه سلمان منا آل البيت. الشاهد، انظر إلى القائد الحكيم كيف يستشير جنده والأفكار. إذن الأخذ بالأسباب، أن يكون هناك خطة للحرب. نعم. وأن يكون هناك دراسة. الجندية المصرية يعني طبقت هذا في أبهى صورة، كما صحيح. ذكرت حضرتك في المقدمة إن حرب أكتوبر بمقدماتها ونتائجها تدرس في كبرى الجامعات. صحيح. وكبرى المؤسسات العسكرية في العالم كله. نعم. يعني الأخذ بالأسباب، إعداد العدة، وإعداد العدة مهم جدا، لأنه لدينا في الإسلام لا نبدأ بالاعتداء ولا نبدأ بالقتال، إن قاتلوكم فاقتلوهم، لكن بأي شيء نتسلح وأعدوا لهم ما استطعتم. من ماذا؟ نعم. قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ نعم. ترهبون، تقاتلون به. تعتدون، تغزون، لا، ترهبون به. إخافة، المغزى إخافة. ولذلك الدين براء، الإسلام. نعم. يوصمونه بأنه دين إرهاب وكذا وكذا، هذا اتهام باطل. كبرت. صحيح. كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الإسلام يدعو أتباعه إلى العدة وإعداد العدة لإرهاب. نعم. وإخافة من يعتدي، والدفاع. نعم. عن النفس. نعم. هكذا هو. صحيح. الأخذ بالأسباب، وهذا هو ما طبق في منظومة حرب أكتوبر، فكان النصر حليف جندنا. نعم. بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيق. أحسنت فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت حرب أكتوبر نموذج عظيم
من نماذج العسكرية المصرية المخلصة التي ضربت أروع المثل في إخلاصها لهذا الوطن ولهذا الدين، وكان النصر حليف جند مصر وجيش مصر العظيم ضد هذا المغتصب الصهيوني. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ كرم القوصي من علماء وزارة الأوقاف. نشكرك فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.